جزاكم الله خيرا. هذا السائل يقول يا شيخ، هل ورد شيء في صيام شهر الله المحرم كاملا؟ نعم، النبي صلى الله عليه وسلم يقول أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، يصوم أغلبه، لا يصومه كاملا لكن يصوم أغلبه إذا أراد الأجر. لا يصام شهر كامل إلا رمضان، ولكن يصام من شعبان ويصام شهر الله المحرم، لكنه لا يستكمل لئلا يشبه برمضان. نعم.